طبعا بنشوف هون سيناريو او حالة استان طبيعية، وطبعا احسن تمرين ممكن نعمله للالوان هي على استان طبيعية، احسن تمرين. واسوأ شيء بيشتتنا هو انه نتفرج على صور، الصور كتير حلو، الصور اللي بنطلعها بالسوشيال ميديا بتعطينا دافع لحتى نستمتع بشغلنا اكثر، بس لازم ارجع للروتس، لازم ارجع للمعلومات اللي هي الطبيعيه اللي موجوده بالسن الطبيعي، لحتى على اساسها ابني، وبعدين بقدر وقت اطلع السن الطبيعي، ووقتها اذا بدنا نتفنن او نعمل شيء ارتستيك اكثر فوقتها بنقدر نعمل طالما عندنا البيزكس. فمرجعنا دائما للسن الطبيعي، امثلتنا هي اسنان طبيعيه. اللي بنشوفه هون بشكل واضح انه بالثلث المتوسط عندنا لايت ريفلكتيف اريا، فهاللايت ريفلكتيف اللي موجوده هون ممكن انه تنعمل من الافكت 4 او 3 او 2 حسب طبعا السماكه اللي موجوده عندنا. يعني اذا عندي سماكه ميلي ممكن 2 بكفي، بس لا يعني لا يمكن انه يكون عندنا سماكه ميلي لنبني انترنال افكت فيها، فغالبا هي السماكه بتكون 3 بالعشرة 2 بالعشرة لنبني internal effect. فممكن نستخدم 3 أو 4 لأنه حدية البياض اللي فيهم أو النصوعية اللي فيهم عفوا أعلى من number 2. وعند التلت القاطع اللي من هون بقدر استخدم طبعا بقدر استخدم الأوبال effect 1 مثل ما شايفين. طبعا واللي شايفينه كمان انه ممكن نستخدم اوبال افكت 5 الاورنج، لانه هي المنطقه بنلاقي عم يتنوع فيها، عم بحكي عن الشفاف وليس عن المومولون هون، مع انه المومولون كمان سالمون، بس عم بحكي عن الشفوفيه اللي فوق المومولون، وحتى الشفوفيه طبعا تتراوح ما بين بلويش وفيها شويه اورنج، وبالتالي بعرف انه المريض ممكن يكون من الفئة العمرية مثلا المتوسطة، وبالتالي ممكن استخدم له شوية اوبال اورنج مع الاوبال افكت 1، يعني حد الاوبال افكت 1. مثال ثاني كمان حالة سريرية ثانية سان طبيعية، كثير بيشبه اللي قبله من ناحية اللايت ريفلكشن اللي موجودة هون. كمان إذا عم بيصعب علينا نشوف الرفلكشن اللي هون، مباشرة نطلع على البودي تبع السن نلاحظ انه تقريبا هو الـ A1 1M1 على صفار، ودغري بعدين لما نقارن هاد هون بهون نشوف عندنا التلت هاد على صفار، بعدين التلت اللي هون ابسوربنت على شفاف، نلاقي في شيء نصوعية أول شيء قبل ما ندخل بالشفوفية. فهي هون بنكون عم نحكي عن يا أما 4 يا أما نمبر 3. لاحظوا لسه ما حكينا أمثلة عن السيرفيكال ترانسبلانت، بس لاحظوا السيرفيكال ترانسبلانت اللي موجود هون كمان لايت ابزوربنت، هي سي تي مثلا، ممكن تكون سي تي اللي هون وحدة من السيرفيكال ترانسبلانت، بودرة السيرفيكال ترانسبلانت اللي هي اللي في عندنا أربع ألوان منهم. وطبعا المثال اللي الشيء اللي بيفرق فيه هذا المثال عن المثال اللي قبله هو هنيك استخدمنا اوبال افكت 1 مع اورنج، هون لا المريض اصغر شوي بالعمر، والشيء اللي شايفينه انه ما في تواجد للاورنج ابدا بالاوبال، في اكثر تي بلو، اما تي بلو او فايوليت اذا بدنا نضل بالاوبال. ممكن نستخدم فايوليت ببعض الاراني او ممكن نستخدم بلو. ننتقل للربع او حزمه السيرفيكال ترانسبا الشفاف اللي بينبنى عند الثلث القاطع. الشفاف اللي بينبنى عند الثلث القاطع بينبنى بالعاده بالخبزه الثانيه لما بيكون في عندنا بكون عم نبني طبقه الانسايزل، و بدل ما نوصل الانسايزر لتحت عند السيرفيكال بقدر استخدم الانسايزر للعنقي هو السي تي. طبعا شو الهدف منه؟ وفي عندنا اربع الوان منه، في عندنا شيء شفاف على صفار، شفاف على اورنج بينك، في عندنا شفاف على براونش يلوش اسمه كاكي، في عندنا شفاف على اورنج بيور اورنج.
هشوف شو غاية استخدامه. طبعا غاية استخدامه هي دوبليكيت شيء من السن الطبيعي اللي هي قلنا تلت السيرفيكال العنقي اللي هو absorption، فاستخدامهم بالبنى تبعنا على السيراميك عند السيرفيكال بيعطيني absorption بهالمنطقة بهالألوان الأربعة المختلفة. طبعا هاي الصورة اللي عم نشوفها ورا هي أسنان طبيعية حتى نشوف بالحقيقة وين موجود هذا اللون. طبعا لاحظوا هون موجود كسيرفيكال ترانسبار كأورانج بينك، أورانج على زهر، هون بنشوفه موجود على يلويش أكثر على صفار، هون بنلاقيه موجود على أورانج بيور أورانج، وبالمثال الأخير بنلاقيه موجود تقريبا على كاكي اللي هو البراونش يلويش. طبعا وشغلة كثير مهمة الوظيفة اللي عملنا إياها هون، ليش عملنا الكراون تبعنا بلتم بيشبه كثير السن الطبيعي؟ لأنه خلق لنا soft transition، عطانا نقلة ما بين البياض ونصوعية السن وما بين soft tissue الزهر ودرجة الحمار تبع الزهر. فهالانتقالة القوية بين هاللون وهاللون عطانا التدرج تبعها بشكل انسيابي او بشكل تدرجي. طبعا ما في قاعده ل امتى نستخدم كل واحد من هدول الاربعه، بصراحه بنستخدمهم حسب لون حسب الشيء اللي بنشوفه بالسيناريو الحاله الطبيعيه. اذا كان عندي سنجل سنترال وعم باخذ بعمل الشيد ماتش تبعه، فحسب شوف اللون الموجود عندي الاقرب لواحد منهم هو اللي بعتمده وبستخدمه ب الحالة تبعي. هون بهالمثال حبيت ورجيكم clinical case لsingle central، لحتى طبعا هي الصورة اللي عم نستعين فيها لحتى نعمل analysis للون. خلينا نقول انه هي اللي هي تحت ال cross polarization، فبنشوف كل لون بحيطه وبعمقه. فلاحظوا إذا بنحاول بالتركيز تبعنا نشيل نطلع ما تحت الضباب أو الغيمة اللي هي البيضة، فبنلاقي فيه مثل لون أصفر، بس هو منه دانتين، هو شفاف على صفار لأنه فيه عمق. فهي شغلة كتير مهمة. بالصورتين اللي هون على اليمين واليسار عم أورجيكم حاولت إنه ابني اللون من الاساس من الكوبينج. طبعا هذا الشيء صحيح بس ما بغايه انه اعوض عن هي الطبقه، وبغايه انه وصل للون النهائي بشكل مزبوط. بس هذا حط الوان هون على الكوبينج ما بيغنينا عن هي الطبقه اللي هون، لانه مثل ما قلنا هي فيها عمق هون، وهذا العمق ما بيجي الا عن طريق سماكه بودره بتنبنى عند العنق. فبالتالي الشيء اللي استخدمت سي تي يلو، سي تي يلو هون عند العنق، بعدين حطيت الوايت كلاسيفيكيشن اللي شايفينه اللي موجوده عند العنق كاكسترنال ستين لحتى اعمل يعني ماتشنج باللون مع الطرف الثاني. هلا رح ننتقل لربع الربع المامولون او اللي الوان المامولون مسيطر فيه، اللي هن ثلاث الوان مامولون. طبعا عندنا كمان اوكلوجن دونتين اللي الشيء اللي بنحطه بالسنترال جروف لمولرز بالميازيب المركزيه لمولر وبريمولر لحتى نورجي الدبس تبعهم، وفي عندنا الانسايزال ايدج اللي هو الشيء اللي بيعطينا الهيرو افكت على الهاله اللي موجوده على الانسايزر ايدج على الحد القاطع من فوق، طبعا تنبنى بنا كبودره. بس تركيزنا بهالثلث هذا على الثلاث الوان اللي هن المامولون، المامولون لايت، المامولون يلو اورنج، المامولون سالمون. بذكركم انه هن بيشبهوا الديب دونتين ككثافه لونيه او حتى اكثر شوي، بس كالوان كل وحده لها لونها اللي شايفينه قدامنا. بالمامولون
مثل ما قلنا انه هن ثلاث الوان. طبعا هون بنشوف صوره ثانيه ثلاث الوان نسبيا يعني مضائين اخذين ضوء من كل الجهات. عم بحكي عن الشيد تابس اللي هون. بنشوف كمان حنبلش نشوف صور كم صوره لشويه مامولون. طبعا اسنان طبيعيه ومن هالصور شوي راح شوي بشيء بسيط راح نحكي عن المامولون. طبعا في عندنا موضوعين صغار راح نحكي عنهم، هن شكل المامولون ولون المامولون يعني بضع ثواني. شكل المامولون للأسف حاليا كونه الدراسات جدا محدودة ولهلأ نتائج يعني ما بينت أي شيء إيجابي لربط شكل المامولون بشكل السن مثلا، لهلأ ما في هيك شيء. في مثل ما قلنا بتسجيلات سابقة في مشاهدات انه تم دراسة كذا عينة وبالتالي كذا عينة طلع في ارتباط بين الشكل هاد للسنان وشكل المامولون هاد، بعدين تجي العينة اللي بعدها تنقض هي النتيجة، وبالتالي ما في لهلا نتائج نقدر نعتمد عليها ونقول انه نعمل شكل المامولون هيك لانه شكل السن هيك او لانه شكل الانسايزل ايدج هيك. هلا شكل الانسايزل ايدج اكيد له دور، يعني الملاحظ اكيد انه شكل السن المثلثي اللي بيكون انسايزل ايدج فيه بشكل معين بنلاحظ فيه شكل المامولون مختلف عن شكل السن المربعي او المدور اللي بيكون الانسايزل ايدج فيه بطريقه مختلفه. بس طبعا وهذا واحد من السبب انه في كتير ابداع بموضوع المامولون، في كتير اجتهاد بموضوع المامولون، وبالتالي بالاخير لحتى نقلل هذا الموضوع نشوف مشاهدات طبيعيه لسان طبيعيه قد ما بنقدر لحتى نقدر نعمل هالتحليل. هي اربع صور لاشكال مامولون مختلفة بشكل عشوائيا. بس المعضلة الثانية او الشغلة الثانية الصعبة اللي هي لون المامولون، احنا شوف كيف نختار لون المامولون، كمان ما في دراسة بتقلنا شو لون المامولون او هل له علاقة له علاقة غالبا بالجينيتكس، له علاقة بالشيء وراثي. بس اللي مثل الهيو تبع الدونتن اللي هو كمان شيء وراثي، فبالتالي اللي موجود بين ايدينا هنا المامولون لايت وموجود مامولون سالمون. رأي شخصي او تجربة شخصية اللي ذكرتها بفيديوهات سابقة انه انا السالمون هو اللي شايفه اكثر بالصناعة الطبيعية، بعدين اللايت وبعدين بيجي المامولون يلو اورنج. هلا وما له علاقه، بنشوف لون السالمون على شوي اللون تبعه دافي، فما له علاقه بكون السن من برا، ممكن يكون السن كثير ناصع يعني بين بالA1 بالبليتش حتى ويكون المامولون اللي فيه سالمون، فما في ربط بيناتهم بهذا الموضوع. بس فينا نعمل تمييزين للمامولون كمان من ناحية قديش بنشوفهم بوضوح. ممكن نشوف المامولون بهذا الوضوح يكونوا ظاهرين وحادين بالمظهر تبعهم، وفينا نشوفهم أو نلاقيهم موجودين بطريقة تقريبا سوفت وبلندد مع الطبقات اللي هن يعني اللي هن موجودين فيها. المعلومه اللي كثير مهمه انه مو المامولون او نوع المامولون اللي عم نستخدمه او كميته تلعب دور بهذا الموضوع بحديه ظهور المامولون. طبعا كميته
بتلعب دور كيف، بس اذا بنحاول نحلل السنه الطبيعيه اللي قدامنا، فالاكثر اللي بيلعب دور بفرق بين يمين ويسار هو بالبنى تبعنا، هو البودره اللي حواليها اللي بالسن الطبيعي هي الطبقات اللي حواليها، سماكه الطبقه اللي حواليها وشو في من ورا وسماكه السن. فبالبنى نفس الشيء، فلازم نعرف اذا بدنا هذا الشيء بنعرف شو بدنا خلفيه للممرون، شو بنحط فرونت من البكر لحتى يطلع هيك. وهون نفس الشيء اذا بدنا نعملون سوفت، فاختيار البودره اللي حوالين الممرون هي كثير اساسيه. طبعا هيك مثال عن هذا الموضوع، حبيت بس اورجيكم الممرون اللي اكثر ظاهره هون، والممرون اللي اكثر بلندد ومخفيه. طبعا استخدمت كليا نفس اللايرنج على الاثنين، الشيء الوحيد اللي غيرته طبعا نفس الممرون، نفس تموضع الممرون، نفس كل شيء، الشيء الوحيد اللي غيرته هو خلفية البودرة. حطيت خلفية الممولون من هون أوبال 1، بينما هون حطيت انتر انسايزل وايت بلو، تمام، وهون كمان من قدام 1. فلاحظوا الخلفية الوايت بلو خفف كثير من ظهور الممولون، بينما الأوبال 1 ظهر أكثر. فبس هذا مثال بسيط ل انه موضوع البودره اللي حوالين الممولون هي اللي تلعب الدور الاساسي بظهور حديته. بدي انهي معكم هذا القسم من التسجيل بهي الكيس، تو فينيرز على نون فايتال ستامب، في شويه ديسكالريشن مثل ما شايفين. حنشوف شو كيف الطريقه اللي بنينا فيها هذول التو فينيرز بطريقه مبسطه وباستخدام اغلب ال البودرة اللي ورجيناها وعرضنا طريقة استخدامها من قبل. فأول شيء حنشوف على هدول الصورة عن الكراونين، عن التو فينيرز. أول طبقة هي كانت الباور دونتين طبعا، بعد الباور دونتين طبعا عمل ترانزيشن دونتين، عمل كت باك عليها. بعد الترانزيشن دونتين عمل لحتى قدرنا نمد الشفاف او نمد مستوى الشفوفيه شوي لعمق السن اكثر، فعملت ابزوربشن لاير من الاوبال افكت 1 مع الاوبال افكت فايولت، فايولت 20% تقريبا. وبعدين عملت عليه كت باك وبرش كت باك، وبعدين بلشت ادخل الممولون لايتس بطريقه كثير يعني على رؤوس التولومات وبطريقه كثير كمية خفيفة. و قبل ما احكي عن التلت الرفلكتيف اللي هون، التلت المتوسط، بدي ضوي على موضوع شو غطيت من ورا، عملت خلفية للمومولون من الباور انسايزل. الباور انسايزل يعتبر الفلترنج تبعه عالي، فبيخفف حدية المومولون. فرفعت مثل بلاتو من هون باور انسايزر، بعدين بنيت الممولون، او بالعكس بعد ما تبنوا الممولون بتسكروا من ورا بالباور انسايزر اذا بدكم اياهم يكونوا يبينوا خفيفين. وعلى القسم التلت الرفلكتيف اللي من هون، قلنا تتذكروا شو قلنا البودره اللي هي الرفلكتيف ال4 وال3. استخدمت اوبال افكت 4 بس مزجته شوي، زدت الشفوفية تبعه شوي بمزجه مع نيوترال لحتى ما يأثر كتير على التدرج الشفاف لتحت باتجاه بطن السن. واخر طبقة كانت طبعا سكرت بانسايزل ايدج من هون ببودرة الانسايزل ايدج، وطبعا طبقة كتير خفيفة من الباور انسايزل غطيت فيها كل شيء. طبعا شغلة يمكن بودرة وحيدة ما ذكرناها من قبل وما طبقناها هون هي بودرة السيرفيكال ترانسبا. سيرفيكال ترانسبا كنت أكيد حطيت سيرفيكال ترانسبا لو ما كان في عندي تصبغ هون، بس كان بدي بهالحالة هي استغل كل جزء من الميل اللي معي بهالمسافة هي لحتى أحط بودرة فيها ظلالية بشكل متناسق لحتى تأمن لي وتساعدني بالتغطية اللي هون. فلو حاطط سي تي هون كان يعني بسهوله عكس البراونش اللي من ورا.
فهي كمان نقطة مهمة حبيت ضوي عليها. بتكون ديروا بالكم لما بيكون في عندنا هيك تصبغ عند العنق، فوقتها أكيد السي تي هو بودرة شفاف بالأخير، فأكيد عم تشيل من طريق البودرة اللي ممكن نستعمله وممكن تكون ظلاليتها أقوى وتغطي. هي هي نتائج بالأخير. بالعادة بالكلينيكال كيسز المامولوم بأغلب الحالات، إلا إذا شايف الكيس والأسنان اللي جنبه، يعني اللي عم حاول أعمل نفس المامولون الحادين الموجودين بالكيس، وقتها بعمل مامولون حادة. بس بأغلب الحالات الناتشرال بتعمد أعمل مامولون يكون سوفت، على عكس الشيء اللي هلا نحن بنكون اتراكتد له. بس بلتم نحن على الاغلب بنشوف الكيس على الموديل بلتم، لما تكون المامولون بلندد مع الطبقات اللي جنبها بتكون اكثر بتساعد انه تورجي هذا السن هو منه تركيب، هذا السن هو طبيعي. طبعا هذا موضوع يعني ديبيتبل، اكثر قابل للجدال، موضوع جدلي اكثر. يعني هذا كان موضوعنا اليوم. بتشكركم انه سمعتوا وتابعتوا، ان شاء الله يكون في فائده عمليه لكم. ومثل العاده اسئلتكم دائما مرحب فيها، وان شاء الله بشوفكم بمواضيع جاي واقتراحاتكم لمواضيع ثانيه في حال كانت موجوده الماتيريال الداتابيز تبعها، فأكيد اقتراحاتكم يعني مرحب فيها. ولوقتها للموضوع القادم، ضلوا بخير وبشوفكم مرات قادمة.